ومرحبا حبايبي، اليوم ارجع اقول لكم من مطبخي الجميل. راح اسوي حبية، حبية على قولة الموصل او على سهل نينوى يقولوها البقوتة، ولا تسميات اخرى يمكن راح اكتبها جوا. كل التسميات اللي اعرفها راح احاول اسويها اللي نحتاجه. اضافتي الخاصة اني بصل، يعني تقريبا 3 بصلاية الى نص بصلاية، كركم خاشوقة ونص، مال شاي، مال كوب شاي، ملح حسب الرغبة وحبية. وهنا دا أسلق أني لحم. اليوم راح أسويها على لحم البقر. اليوم راح أسويها، أول خطوة نقوم بها راح أغسلها، يعني نقوم بغسلها وتنقيعها لمدة دقائق معدودة، وراجع لكم. وهسه ورا ما خلينا الزيت نضيف البصل ونجي نحمسه شوية. وهسه ورا ما صار لونه أصفر ذهبي، أصفر ذهبي تقريبا انحمس، نجيب الحنطة أو الحبية مثل ما مغسولة وكاملة ونديرها. طبعا يحب زيت هواية، على فكرة أنا خليت زيت هواية لأنه هي تحب زيت هواية. نقلبها لمدة يعني ثواني، يعني مو هواية، بس حتى تنمزج الخلطة وينمزج ويا الدهن. نضيف لها كمية الملح المطلوبة، طبعا الملح هي حسب الرغبة. وهنا نضيف لها مي اللحم، مي اللحم حتى تنطي النكهة. أنا هنا شو مسوي؟ أنا مخلي 3 قلاصات من هاي الحبية، وراح أخلي 5 قلاصات مي لحم، يعني لأنه هو مو مثل التمن، هو يحب شوية المي أكثر. ورا ما خلينا مي اللحم نضيف الكركم، وراها نبدي نمزجه. طبعا ما يحتاج نخلي لا ماجي ولا اي شيء، لانه هو اصلا ماخذ طعم اللحم اللي انا مخليه هسه على جهة وبالاخير اضيفه وراح تشوفوه. وهسه ورا ما نزل المي بلش تبين، راح نتعامل وياه بالضبط مثل ما نتعامل ويا التمن الرز. يعني راح نخلي اللحم اللي اصلا احنا سالقيه حتى بس يصير وياه مزيج وياخذ الطعام، نخلطه شويه. نغطيه ونصي الحراره الى قليل، بالضبط مثل الرز راح راح نتعامل وياه هسه. وهسه بهاي الطريقة تقدم، ولا ما صارت يكون هاي منظرها. طبعا الريحة عندي بالمطبخ كلش حلوة وتجنن، وتنصب الطبق وتتخلى وياها زلاطة وخضروات، هنا كرفس او نعناع او اي شيء ينكل. والف الف عافية. لا تنسون الاشتراك بالقناة مالتي حتى دائما كل ما أسوي شيء جديد أقدم لكم إياه. شكرا لكم. عامر جمو.